لو في حد شاف ريال مدريد في السنة اللي خدوا فيها الأداثيمة، وشاف ألمانيا في السنة اللي كسبت فيها كأس العالم، وشجع البرتغال وهي بتكسب أول يورو ليها في التاريخ، وسافر مع منتخب بلاده من مدينة لمدينة في روسيا، يبقى بالعقل كده مش هيجي عند نهائي أمم أفريقيا وما يقعدش في نفس مدرج الجزائريين. أنا سيف، ودي تجربتي كواحد مصري إني أتسلل لمدرجات الجزائر. وتم الحمد لله العثور على تيكتس. خليني اوريكم شكل الفان اي دي اللاست مينت بيبقى عامل ازاي. الماتش باقي عليه 3 ساعات، الساعه 6 دلوقتي، الماتش الساعه 9، وانا الصراحه متاخر جدا جدا جدا، فشوفكم هناك. وانا على بوابة الدخول فوجئت بانه ممنوع لأي حد غير حامل الجنسية الجزائرية انه يخش مدرجات الجزائر. ففكرت ليه ما تعرفش على جزائريين وحاول ان يخش معهم. اعرفكم على صديقي الجديد عبد المالك، وافق انه يساعدني وحفظني جملة هقولها عباب: راني نسيت الباسبور في الاوتيل. بقولها صح ولا مش قوي؟ لا زال شوي. راني نسيت الباسبور في الاوتيل. بخارج النطق تاعك يا نعم. هنحاول لو مش كده. حاول. باسبور معك جنسيه انت مصري؟ مش من هنا. الله يحفظك. الله يحفظك. مش هينفع يخش. الله يحفظك. ايه اللي بعده؟ يحفظني ان شاء الله يا رب. بس مش هينفع خلو من هنا والله. والله العظيم خليه يتخطى معايا. لا مصري هيخش ثالثه شمال او ثانيه. مش هينفع خلو. بص اللي هو رست طلع دلوقتي متخانق معانا عشان دخلنا ناس جنسيات ثانيه. بالظبط. فاحنا فاهمين تعرضنا لمشكله كبيره. انا مش داخل واحد مصري على الباب، لازم جزائر بس. حتى لو جايين مع بعض. حتى لو جايين مع بعض. فين اللي فين اللي هو بس بص 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 باسبور اللي هو اهو في ورانا ناس ثانيه فهم هيطلعوا باسبور. اخي هو معانا في الفندق. خلع هو معانا. لا معلش لازم اللي هو اهو. امسك طيب باسبورك. السلام عليكم. انا سريع في الفندق. طب مش زين زي هو الشاهد يتخرج. ما ينفع صح. ما ينفع. بيقول لك هنا بالجواز. هو عنده لا هو ما ينفعش. هو عنده هو عنده كثير. هاي هاي ما في ما في بس ما ينفعش. فاش اللي هو ليس لك مرونه. لازم يكون عندك مرونه. خلاص حاول بالتوفيق. عشان ابقى صريح معاكم، ما كنتش متخيل ان اتنين لسه متعرف عليهم ممكن يساعدوني للدرجه دي. اتجهت للبوابه بتاعتي وقلت اشتري علم الجزائر، يمكن فرصي في الدخول معاهم تزيد. ولكن المفاجاه الكبيره. دلوقتي في رول غريب قوي ان ممنوع واحد مصري يخش بعلم جزائري. انا اعمل حركه لذيذه جدا، احطه جوه البنطلون. معلش مش قصدي اهانه، بس كده خلصت ايزي. بص بقى لو قفشوك تجيبه دي يحطه عندي. خلاص حاضر وعد ان شاء الله. تيجي تقول لي ايه مبروك للجزائر. الله يخليك. معلش والله مش قصدي اي اهانه للجزائريين، بس مضطر يعني. طب ايه مال جاب كام ولا ليه؟ ممنوع باشا دي تخش ولا ايه؟ خش يا باشا. عدي خش. انت ايه اللي حاطه هنا يا فندم؟ التليفون اللي ورا التليفون. ايه مش عارف والنبي، اصل مش حاجه خش شويه معرفش حاسس بيه ازاي، بس فوتها اهو. خش بقى.
كمية التفتيشات يا جماعة مش معقول، هيلاقوا العالم بعد شوية. عايزين بقى دلوقتي مهمتنا ان احنا نلاقي المكان اللي الجزائريين قاعدين فيه وساعتها نطلع العالم. جالي الان المحاولة اني اخش مع الجزائريين، فادعوا لي يا رب يا رب، نفسي نفسي نطلع بقى عالم الجزائر. دلوقتي بقى انا ايه بتكلمش عربي، جي بارلي سولمون فرونسي. اوكي ايه وبعدين بقى مش كل مره. وقبل ما استوعب الموضوع لقيت نفسي فجاه بين الجمهور الجزائري، مش عارف انا رايح فين بس انا ماشي وراهم. خلاص وينكم داخلين من ناطريه؟ واو
11 طائرة اليوم بين الربع. مبروك الاوتوبيس يدونا المطار حتى طيارة كل واحد الطيارة تاعو تطلعوا في الطيارة يعطونا العشاء يعطونا الماكلة يعطونا كلش. مرحبا بك فوق الراس الله يخليك. كاين اللي تسع كاين دار كبيرة نعطيك تاكل تشرب ما تخلص والو ترى ما تخبيهم في مصر وروح كاينين كاينين خليهم في مصر وتعالى للجزائر ترى ما خليهم في مصر وروح.